البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف يلا. في ترند الأهلي، موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المحلة. والفريق يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للقاء. أما في الترند العالمي، إقالة سولشير من يونايتد وكاريك مدربا مؤقتا. طبعا اخبار كلها غايه في الاهميه، تفاصيل هتكون معانا بس بعد ما نروح للفاصل. بس قبل ما نروح للفاصل الاول هقول لحضراتكم المباريات المهمه النهارده في مختلف الدوريات. النهارده الجوله الخامسه من بطوله الدوري المصري المثير والمميز والممتع بصراحه، مبسوطين جدا جدا بالمستويات اللي بنشوفها في الدوري المصري هذا الموسم في ظل الامكانيات الكبيره عند يعني أكترية الفرق اللي موجودة في الدوري. فالنهاردة مباراة قوية جدا هتكون ما بين فاركو المنتشي بانتصار أخيرا في الجولة الماضية، كان انتصار مهم جدا بثلاث نقاط، هيقابل فريق سيراميكا كليوباترا أيضا اللي فاز في الجولة الماضية. فالمباراة متكافئة جدا جدا ما بين الفرقتين. الماتش ده هيكون كمان بالضبط حوالي 27 دقيقة أو 26 دقيقة من دلوقتي الساعة 5:30 تحديدا. المباراة الثانية النهاردة في الجولة الخامسة وبداية الجولة هتكون ما بين مصر المقصة اللي هيلاعب الاتحاد السكندري أيضا اللي فاز في المباراة الأخيرة، مباراة أيضا قوية ومهمة جدا. الاتحاد السكندري أيضا ماشي بشكل جيد هذا الموسم. ده بخصوص الدوري المصري الممتاز، ودي المباريات الوحيدة النهاردة في هذا الدوري. لكن فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي الأكثر ندية وإثارة بكل تأكيد، فالنهاردة في ماتشين في إطار استكمال الجولة رقم 12 من البريمير ليج. فبالتالي مانشستر سيتي بيلعب في هذه اللحظات مع إيفرتون، مباراة ابتدت الساعة 4. تقدم مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 44 من أحداث المباراة أو من أحداث الشوط الأول تحديدا. أحرز الهدف رحيم ستيرلينج من أسيست لجواو كانسيلو اللاعب المميز جدا. في المقابل إيفرتون يعني صدف سوء حظ بإصابة جراي أحد أبرز لاعبي فريق إيفرتون هذا الموسم، في الدقيقة 17 خرج وما قدرش يكمل هذه المباراة. لكن آخر مباراة في الجولة رقم 12 في الدوري الانجليزي النهارده هتكون الساعه 6:30 ما بين توتنهام وليدز يونايتد. توتنهام مع كونتي اكيد الشكل هيكون مختلف جدا وهيكون في متابعه كبيره لهذه المباراه. اما الدوري الاسباني فالنهارده في عدد من المباريات. ده بعد ايه بقى؟ بعد ما امبارح فاز برشلونه اخيرا بهدف مقابل لا شيء على اسبانيول في المباراه اللي كانت الاولى لتشافي هرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونه، فكان فوز مهم. لكن النهارده استكمالا لمباريات الجوله، ختافي لعب مع قادش وفاز 4-0، غرناطه 5:15 مع ريال مدريد على ملعب غرناطه، إلتشي الساعه 7:30 مع ريال بيتيس، وايضا الساعه 10 بالليل ريال سوسيداد مع فالنسيا. ده بخصوص الدوري الاسباني. اما فيما يتعلق بالدوري الايطالي، النهارده في عدد ايضا من المباريات. ساسولو لعب مع كالياري انتهى بالتعادل الايجابي 2-2، بولونيا بيلعب في هذه اللحظات مع فينيزيا التعادل سلبي بدون اهداف، ساليرنيتانا مع سامبدوريا، سامبدوريا متقدم بنتيجه 2-2. الانتر هيلعب نابولي الساعه 7 والساعه 10:15 جنوا مع روما، مباريات ايضا مثيره وقويه جدا. دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات العالميه وابرز هذه الدوريات تحديدا اللي بتشهد عدد كبير جدا من المتابعين واهتمام بيبقى كبير جدا بيها بكل تاكيد.